السلام عليكم، معكم راشد القصار مع فريق سمارت. بالفيديو هذا راح نكمل موضوع الديفيجن بمادة الأورجانيزيشن. الموضوع بتجزأ لجزئين، الريستورينج والنون ريستورينج. بالفيديو هذا راح نحكي عن الريستورينج ديفيجن، اللي هي عملية قسمة الديفايدنت على الديفايزر. من عمل الجدول اللي عندنا كالآتي: الكاونتر بيعتمد على الديفايدنت، عندنا 5 خانات بالديفايدنت، الكاونتر لازم يكون فيه 5. الأكيوميليتر بيعتمد على الديفايزر، الديفايزر فيه 4 خانات، الأكيوميليتر لازم يكون فيه 4 خانات. الإي اللي هي بتمثل الكاري أوت اللي حصير بالعمليات الحسابية اللي راح نعملها كمان شوي. أول خطوة بنعملها اللي هي نعمل شيفت للليفت. فبصير عندنا بنحط علامة سؤال محل محل العدد أو الخانة الجديدة، وبنشوف إذا الأكيوميليتر فيه قيمة موجبة بدنا نطرح الديفايزر، إذا الأكيوميليتر فيه قيمة سالبة بدنا نجمع الديفايزر. بس حاليا الأكيوميليتر فيه قيمة موجبة فإحنا بدنا نطرح. عملية الطرح اللي راح نمشي فيها اللي هي عن طريق توس كومبلمنت، يعني بدنا نجمع توس كومبلمنت للديفايزر، اللي هو عبارة عن 1 1 0 1. العدد اللي طلع معانا هون سالب، في حالة السالب بدنا نحط 0 محل علامة السؤال اللي حطيناها، ونكمل باقي الأرقام زي ما كانوا. هسا بالريستورينج ما بنفع عنا هذا الحكي انه يضل في عنا سالب هون، فبدنا نرد نجمع له الديفايزر مرة تانية عشان يرجع للقيمة الموجبة. وهيك بقل الكاونتر ل4. هاي العملية هون اللي هي عملية الريستور، اني ارجع العدد من القيمة السالبة اللي طلعناها للقيمة الموجبة اللي كان فيها، عن طريق اني اجمع له الديفايزر مرة ثانية. ومنكمل كمان شيفت للليفت. بنلاحظ انه الاكيوميليتر لسه فيه قيمة موجبة، فبهاي الحالة بدنا نجمع له توس كومبلمنت للديفايزر. بنلاحظ انه الاكيوميليتر كمان لسه فيه قيمة سالبة، فبنحط 0 بدل علامة السؤال. وزي ما حكينا احنا ما بتمشي معنا انه نخليه بقيمة سالبة، فبدنا نعمل له ريستور للقيمة الموجبة اللي كان فيها.
accumulator صار فيه قيمة موجبة، فبهاي الحالة احنا بدنا له التوز كومبلمنت كمان مرة. الواحد اللي طلع معانا هون هو بيمثل الفائض اللي بدنا نحطه بال اي. طلع معانا بالاكيوميليتر قيمة موجبة، يعني بدنا نحط بدل علامة السؤال رقم واحد. وبما انه طلع معانا قيمة موجبة ما في داعي انه نعمل له ريستور، فمنكمل عم نحط الكاونتر 2. طلع معانا قيمة سالبة بالأكيوميليتر، يعني بدنا نحط صفر بدل علامة السؤال، وبدنا نعمل ريستور بعديها. وننقص قيمة الكاونتر لواحد. طلع معانا قيمة موجبة بالأكيوميليتر، يعني بدنا نحط رقم واحد بدل علامة السؤال، وهيك يكون الكاونتر وصل لزيرو. لما يوصل الكاونتر لزيرو يعني خلص وصلنا الجواب النهائي. الناتج اللي بيكون بالديفايدنت بيكون هو الفاينل انسر، والناتج اللي بيضل بالاكيوميليتر اللي هو بيكون الريمايندر او باقي القسمة. فهون راح يطلع معانا باقي القسمة 2. ريمايندر اللي هي 27 قسمة 5، 5 والباقي 2، هي 5 وهي الباقي 2. هيك بنكون خلصنا موضوع ال restoring division. إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا بالفيديو. يعطيكم العافية.